يلا مفاجأة. نشوى مصطفى نزلتيها لتحت ليه؟ عشان هي كانت فوق قوي عندي. هي حصل. كانت حبيبتي جدا، كانت صاحبتي جدا، والموقف اللي حصل منها ما كنتش اتخيله، ولا الهجوم ولا الحاله اللي عملتها لمجرد يعني سوء تفاهم، او هي فهمت حاجه او هي فسرتها على مزاجها. هو التعليق على موقف دينا لما نزلت التصوير. فبس عايزه اقول لك حاجه، هي حصلت موقف وصالحنا وتعاتبنا وخلاص وصالحنا، بس يظل انا قدام الناس ان هي يعني حسست الناس ان انا عندي عدم مصداقيه، وده ما مش بحبه. طيب الشخصيه اللي بعدها هذه الباجوري.